فضيلة الشيخ، ما هو رأيك في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر جالسا، وهل هي سنة تفعل دائما؟ نعم، يعني ما هو رأيي في الجمع بين الأحاديث، لا في الأحاديث نفسها، لأن الحديث ليس لنا فيه رأي، لكن الجمع بين الأحاديث التي ظهرها التعارض وكذلك بين الآيات التي ظهرها التعارض ينبغي للإنسان أن يسأل عنه إذا وقع في نفسه شك، لأن الآيات التي ظهرها التعارض أو الأحاديث التي ظهرها التعارض إذا لم نعرف الإنسان وجه الجمع بينها بقي يعني قلقا، ويجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد تعارض بين كلام الله عز وجل ولا بين السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يوجد تعارض. فمثلا لو قال قائل إن الله يقول في القرآن يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، هذه الآية تدل على أنهم إيش؟ لا يكتمون الله حديثا. في آية أخرى يقول الله عز وجل ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فهنا كتموا أو لم يكتموا؟ كتموا. كيف يكون هذا؟ آية تنفي أن يكتموا الله حديثا وآية تثبت أنهم يكتمون الله حديثا. نقول ما جمع بينهما هو أن لهم أحوالا، ففي بعض الأحوال يكتمون الله حديثا وفي بعض الأحوال لا يكتمون. كذلك أيضا بالنسبة للوتر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، في المتقدم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وثبت في صحيح مسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا، فكيف يمكن الجمع بين فعله وقوله؟ يقول الحقيقة أنه لا تعارض. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم على هاتين الركعتين بل يفعلهما أحيانا. ثانيا أن ابن القيم رحمه الله قال إن هاتين الركعتين ليستا مستقلتين بل هما تابعتان للوتر، فهما بالنسبة للوتر كراتبة الفريضة، فلا يكون ذلك مخالف لقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم.